أتوجه إلى القادة، أتوجه إلى الأمن، أتوجه إلى الجيش، أتوجه إلى الشعب بكل فئاته، أدعو نفسي، أدعو نفسي وأدعوهم جميعا إلى الاصطلاح مع الله، إلى التوبة إلى الله، إلى الإقلاع عن الذنوب. أولئك يضربون المثل الأعتى بالظلم، فلنضرب المثل الأعلى بالرحمة، فلنضرب المثل الأعلى بالرحمة فيما بيننا. أولئك يضربون المثل الأعتى بالشرود عن صراط الله، وإن كانوا يتجملون بأقنعته وألفاظه. أما نحن فلنكن صادقين مع الله في الجذور، تعالوا نمتن جذورنا الإسلامية مع الله سبحانه وتعالى. إن نحن فعلنا ذلك فليس بيننا وبين الفرج إلا قاب قوسين، وهذه ضمانة ليست مني وإنما هي من الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولكن أوبوا وتوبوا، أقولها لنفسي وأقولها لسائر إخواني الذين شرفني الله معهم بالمقام فوق هذه الأرض المقدسة. والمنبر الأموي كم زلزلته.